اهلا بيكم النهارده في رابع حلقتنا من لايف مع نجم اللي بنقدمه كل يوم على اكونت يلا كوره على انستغرام. مستنياكم معانا. زي ما قلت لكم لايف مع نجم هيكون معانا كل يوم على اكونت انستغرام يلا كوره على مدار شهر رمضان ان شاء الله. النهارده معانا النجم علي غزال. مستنيين تعليقاتكم بالأسئلة اللي تحبوا تسمعوا إجابتها من النجم علي غزال، نجم نادي لاريسا اليوناني ونجم منتخب مصر، واقتراحات كل النجوم اللي تحبوا. مستنيين علي غزال يدخل معانا. كابتن علي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، تمام. ازيك يا كل جاد؟ سنة حضرتك طيب، ازيك؟ وانت طيب يا رب بخير. ايه اخبار رمضان معاك؟ الحمد لله ماشي. حضرتك دلوقتي موجود في اليونان ولا فين يا كابتن؟ انا حاليا في بلجيكا. في بلجيكا. طب كويس ان حضرتك عرفت ترجع من اليونان بعد قبل فترة الحظر. انا رجعت على طول تقريبا قبل ما اعلنوا الحظر في السفر، لحقت أرجع على طول قبلها بيومين تقريبا. كابتن علي، قول لنا، بتتابع مسلسلات ايه في رمضان؟ ولا المسلسلات مش بتوصل عندكم بلجيكا؟ لا بتوصل، بس أنا الحقيقة مش من المتابعين بتوع المسلسلات في الوقت ده. أنا ممكن مثلا بعد رمضان ببدأ أشوف مثلا ناس كتير بتتكلم على مسلسل معين أبدأ أتابعه، انما حاليا مش متابع حاجه. يعني حاجات قديمه، يعني احنا بشوف المسلسل حاجات بيبقى بس كامل يعني، حاجات قديمه. بتشوفه مرة واحدة. بشوف حاجات بس قديمه، يعني مش حاجات دلوقتي. حضرتك بقالك أكتر من 7 سنين دلوقتي محترف يا كابتن، طبعا رحلة احتراف كبيرة وناجحة وكلنا متابعينها من أول ما ابتدت، بس قضيت معظم رمضان السنين اللي فاتت في أوروبا. لنا رمضان الجو عندكم مختلف؟ طبعا طبعا الجو هنا مش رمضاني خالص، يعني الناس هنا طبعا احنا مش في بلد مسلمين، فالأجواء الرمضانية هنا مش كتيرة. فطبعا من ساعة ما سافرت من مصر وأنا رمضان بالنسبة لي يعني ما بحسوش خالص، مجرد ايوه صيام وذكر وكده، إنما مش الأجواء كاملة مش موجودة يعني. ايه اكتر الحاجات اللي حضرتك بتفتقدها في رمضان هنا في مصر؟ كل حاجة، أول حاجة طبعا العيلة. الأجواء في مصر مختلفة، حتى في البلاد العربية مصر الأجواء فيها في رمضان مختلفة. الدنيا منورة طول الوقت، الناس برا، الحياة حلوة في رمضان يعني. إنما أيوة. السنة دي طبعا مختلفة عن كل السنين في كل العالم. السنة دي مختلفة علينا كلنا، حتى في مصر هنا مفيش الأجواء دي. بالظبط، بسبب الكورونا، بس دي أكتر حاجة. طب قول لنا كده، أكتر مباراة حضرتك ما تنساهاش لنفسك في رمضان؟ والله الحقيقة أنا يعني من ساعة ما سافرت بره رمضان، كان بيجي في أوقات الصيف بيبقى معظمه كان فترة إعداد، يعني ما كانش فيه مباراة كتير، تقريبا آخر سنتين بس اللي كان رمضان قرب شوية في وقت الماتشات. تقريبا هي السنة اللي فاتت بس اللي لعبت في ماتش في رمضان، وكان عادي يعني، ما كانش فيه أي مشكلة خالص. السنة اللي قبلها المدرب عرف اللي أنا بعمل رمضان، ما رضيش يلعبني. فترة الحظر دي الناس كلها طلعت مواهب عندها كتير قوي. حضرتك دخلت المطبخ بقى ولا ايه؟ أنا بدخل المطبخ من زمان بس ببقى كسلان شوية، فبإن أنا هنا دلوقتي في بلجيكا طبعا ميعاد الأكل هنا مختلف خالص، فأنا بفطر هنا الساعة 9 بالليل، ف الساعة 9 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت مصر. ده ف احنا مقومينك من على الفطار كده. لا 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 خالص. فبدخل أنا بقى دلوقتي بظبط أكلي وأظبط الدنيا. طيب قول لنا، ايه اخبارك مع تيك توك؟ الناس برضو كلها اليومين دول دخلت على تيك توك وكده. والله انا يعني الابلكيشنز الجديده دي انا ماليش تقول عليها بصراحه، بتابع بشوف ايوه، ناس بتنزل فيديوهات بس مش يعني، انا لو طولت اصلا الابلكيشن انستغرام والكلام ده ما ادخلش فيه مش هعمل كده، بس خلاص
دخلت العشاء زي ما بيقول. انما فبحاول ايوه بحاول اتجنب بقى اي حاجه جديده، يعني بتابع من بعيد لبعيد كده. طيب نتكلم بقى في كورة عن كابتن علي غزير شوية. حضرتك والدك كان بيلعب في الأهلي والإسماعيلي، وناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، ممكن هو تقول لعب لنا أكتر عن فترته مع الفريقين ومركزه؟ هو لعب لعب بس ما لعبش فترات كبيرة. لعب في الأهلي وفي الزمالك وفي الإسماعيلي. أهلي وزمالك كمان. كانت أول مباراة لي في الإسماعيلي كان ماتش اعتزال كابتن علي أبو جريشة. بس هو ما طولش كتير طبعا. كان ساعتها الفترة دي ستي الله يرحمها كانت مهتمية أوي إن هو يبقى في الدراسة، فهو ما قدرش يكمل بشكل مستمر مع اي نادي من الانديه الكبيره يعني. فكان لازم يشتغل مركزه والكلام. كان ايه كابتن؟ كان مدافع كان هو. مدافع برضه زي حضرتك يعني. كان مدافع. انا انتقلت شويه بقيت نص ملعب، بس هو كان مدافع. انا يعني ما شفتوش وهو في فتره احترافه في الكوره، حضرته وهو بيلعب بس لما كان في الشركه في دوري الشركات. انما يعني هو انت كنت مش واخد منه اي حاجه؟ مفيش تشابه بينكم في لا طريقه اللعب بعد كده؟ هو كان اشول. كان اشول، كان اشول، وكنت اسمع الناس بتقول ان هو سيرد باك جامد جدا يعني. كانوا بيقولوا ان هو احسن منك ايه؟ اكيد ارشيل بقى. انا متاكده ان هو رايه ان انت احسن. والله يعني هو الوقت مختلف، يعني الوقت مختلف. وجهة نظري ان هو لو كان كمل ساعتها في الكورة كان زمانه بقى ليه شأن أكبر من كده يعني، وتعرف بشكل أكبر. فهو غالبا لما شاف ان انا من وانا صغير ماشي بخطوات كويسه في موضوع الكوره، فهو ركز معايا جدا في موضوع الكوره، ساعدني جامد يعني. فدي كانت حاجه كويسه. طب احنا عرفنا ان رحلة حضرتك ابتدت بسبب الفيسبوك، رحلة حضرتك في الاحتراف يعني، من اول ما رحت البرتغال، ازاي بقى؟ هو مش الفيسبوك بالظبط، الفيسبوك كان الخطوه الثانيه. الخطوه الاولى انا كنت عاوز احترف، فقررت ان انا ادور على اي وكيل اجنبي ان هو يشوف الهايلايتس اللي انا كنت عاملها من ده كان الماتشات في بتاعتي. 2003، 2012، 2013 لا انا الكلام ده ابتديت فيه من 2010. خد مني وانت سنتين لسه قبل في ما وادي اسافر، دجلة في الناشئين. وانا لسه في وادي دجله. طبعا بعت الوكاله كتير ولحد ما رد عليا عدد قليل جدا. في العدد القليل ده اتعرفت على واحد، بعد كده كلمني بقى على الفيسبوك ووداني البرتغال. يعني هو الوكيل شاف فيديوهات لحضرتك على جروب على الفيسبوك؟ لا هو انا كان عملت فيديو هايلايتس وبعد كده حطيته عملت له ابلود على اليوتيوب، وبقيت اه اجيب بقيت ادخل على السايت بتاع فيفا، ايوه ايوه بيبقى عندهم الايجنتس اللي هم عندهم اللايسنس، بقيت اخش اجيب الايميلات بتاعتهم واقعد احط الايميلات وابعت لهم الفيديو. فبعت ايوه لناس كتير جدا والوكيل ده اللي وداك ماديرا. بالظبط. واحد منهم بقى شاف الفيديو بتاعي وراح بعت لي، فخديته من قبل فيسبوك حتى ما تلعب فريق اول في وادي دجله. من قبل ما فريق اول. لما طلعت فريق اول الصوره كانت قامت يعني. فبعد ف بس يعني تجربة حياتك مميزة ان انت ما لعبتش حتى في الدوري الممتاز المصري ولا مرة، ومن بداية يعني من بداية احترافك وانت من بداية تجربتك مع الفرقة الأولى وانت موجود بره. بالظبط انا اعتبر خرجت من ناشئين وادي دجله على البرتغال فريق اول بريمير ليج يعني، اللي هو ايه كده على طول. ده غير ان انت قعدت اكتر من 4 سنين مع ماديرا كمان، اللي هو اول فريق لعبت له كفريق اول في البرتغال. اربع سنين ونص. اه بالظبط. طب قول لنا كده بقى، احنا سمعنا ان قبل ما تروح لاريسا النادي بتاعك الحالي في اليونان ان الزمالك كان بيفاوضك، اعتقد ده كان تصريح برضو على لسان حضرتك، فهل الزمالك كان واخد خطوات وانت كنت بتفكر في قبول العرض، ولا كان مجرد عرض انت ما فكرتش فيه كتير وكنت مصمم ان انت تكمل رحلتك الاحترافية؟ لا أنا كنت متاح الفترة دي، والزمالك ساعتها كان محتاج في المكان ده، وحصل تواصل بيننا وأنا كنت في مصر وقابلت الأستاذ أحمد مرتضى. حتى كان في صورة انتشرت وقتها وقالوا لا ده مش بالظبط. انت، لا ده انت. لا كنت أنا، بس كان جلسة ودية خالص يعني. ما تنش إن كان اجتماع أكيد يعني. لو بنتكلم في حاجة كان كلام رسمي فريندلي عادي. لو كان كلام رسمي كنا رحنا مثلا قعدنا
في النادي مثلا، قعدنا في مكان نقدر نتكلم فيه بشكل أفضل. فكان بس مجرد يعني كلام ودي خالص، قابلته بس، ما يعني ما كانش في نصيب. بس انت مش بتفكر في خطوة الرجوع للدوري المصري دلوقتي، انت شايف ان انت هي محتاج تكمل شوية؟ الموضوع مش موضوع تفكير. أنا لو في حاجة متاحة كويسة هكون موجود، أنا ما عنديش أي مشكلة خالص. يعني بتفكر في العروض المتاحة في الوقت اللي انت بتبص على العروض؟ كل شيء متاح عندي، انما افكر ده معناها ان انا حاطط هدف. فانا مش حاطط هدف، انا اوريدي عندي في اليونان فاضل لي سيزون. انا ماضي هناك سنه ونص من يناير لحد الصيف 2021. انما في الفتره دي لو في حاجه كويسه اكون موجود. لا، حضرتك دلوقتي داخل في 8 سنين احتراف وانت عندك 28 سنة، يعني انت محترف من قبل ما تكمل 20 سنة. هل شايف ان الاعلام الرياضي في مصر ظالم علي غزال ورحلته الاحترافية الناجحة في اوروبا؟ هو انا مش عارف اقول هو ظالم ولا هو ده اصلا طبع الاعلام في مصر، اللي هو بتركز. يعني انا مثلا خرجت من ناشئين وادي دجله، فمحدش يعرف مين علي ده. انا رحت اسف في البرتغال، انا كنت بلعب ماتشاتي كلها اساسي، كنت اصغر كابتن فرقه في تاريخ النادي، كان عندي 23 سنه، كنت كابتن الفريق في البرتغال. بس ما كانش فيه تسليط طبعا ده، لان محدش يعرف مين على غزه. انا اتوقع توقعي ان لو كنت خارج مثلا من الاهلي 20 سنه او الزمالك، كان هيبقى الموضوع بشكل اكبر، يعني كان هيتاخد بشكل كان هيبقى اكبر بشكل اكبر عشان اختلاف يعني عشان الجمهور عشان هيبقى الجماهير. بيسبورت اللاعب اللي طالع من بره، زي مثلا ما جمهور الزمالك بيسبورت ميدو من وهو صغير، بالظبط او جمهور الاهلي بالظبط بيسبورت رمضان صبحي دلوقتي في احترافه ولما رجع، عشان هم طالعين من ناشئين النادي ده. عشان طالعين ناشئين النادي وعندهم قاعدة جماهيرية كبيرة، الناس بتتابع. حتى الناس لما بتيجي تتناول الإعلام، هو بيسلطش الضوء على حاجة مش عليها الضوء، هو بيسلط الضوء الرضا على حاجة الضوء عليها. فأنا دي حاجة بالنسبة لي غريبة يعني في الإعلام. فحضرتك دلوقتي موجود في لاريسا في اليونان، عمرو وردة بقى ايه دوره في تأقلمك؟ انا سمعت تصريحات كتير من حضرتك ان هو كان ليه دور في تأقلمك في الدوري اليوناني اول مرة. عمرو كان هو اللي كلم النادي. انا كنت بتكلم مع عمرو، فهو كلم المدرب، فبعد كده المدرب شاف الماتشات بتاعتي وكلمني ورحت هناك. فدي كانت البداية يعني. فطبعا لما رحت هناك حاجة كويسة يكون معاك حد مصري، وبعدين عمرو كمان في اليونان ما شاء الله، يعني من هو احسن لعيبة في الدوري في اليونان عموما يعني. فدي طبعا حاجة كويسة انه يقدر يساعدك بشكل كبير يعني. فكرة ان يبقى في حد مصري، حد عربي حتى، وكمان مصري بالظبط، وكمان زميلك في المنتخب، دي بتفرق معاك كتير. بيسهل حاجات كتير، بيسهل حاجات كتير من بالظبط. ناحية التعرف على اللعيبة، دي حاجة مهمة. لما بتاخد على اللعيبة بشكل أسرع بتقدر تدي بشكل أسرع طبعا، بخلاف اللي انا بقالي فتره اصلا بره مصر. فالموضوع بيسهل برضو ان انت يبقى عندك خبره شويه في التعامل مع لعيبه انت جديده عارف طباع بيتغير. الاوروبيين عامله ازاي بالظبط وطباع بالظبط الدوريات هناك. بالظبط. طب قول لنا كده يا كابتن، حضرتك يعني كنت مع المنتخب، منتخب تحت 20 سنه كمان للناس اللي ما تعرفش، مش منتخب بس مصر الاول، وكنت مع منتخب مصر الاول في اكتر من فتره، منها فتره طبعا كابتن شوقي غريب في البدايه، وحضرتك بعد كده رجعت تقريبا في فتره اجري، صح؟ طبعا هو طيب ايه الفرق بين فترة كابتن شوقي غريب وفترة اجري؟ انا عارفة ان فترة كابتن شوقي غريب ما كانتش صعبة على حضرتك، بس كانت صعبة على ناس كتير، الفترة بس بتاعت ايه فترة اللي كابتن اتغير بين شاوي الفترتين؟ اتغير كتير. اتغير ان فترة كابتن شاوي كانت فترة انتقالية بحتة يعني، كان المنتخب لجيل ساعة المنتخب ده اصلا كان في جيل بالظبط. بيخلص. كان فترة كابتن شاوي تقريبا كانت بعد مستر بوب برادلي، وبعد الفترة بتاعت برادلي كان ناس كتيرة، لعيبة كبيرة اعتزلت، لعيبة كتير، فكان في إحلال وتجديد كتير في المنتخب. كابتن شوقي كمان كان من الناس اللي هي بيحب ياخد كل الناس اللي بتأدي بشكل كويس في كل الأندية، ما كانش بيسلط الضوء على يقول لك التأقلم ياخد خمس ست لعيبة من فرقة واحدة. لو تلاحظي مش ساعتها عايز فترة ريسك، يعني عايز ياخد اللي الناس متفقة عليه اصلا. بالظبط، هو لا هو يعني هو كان واخد الريسك يعني، هو كان بيعمل الريسك، كان بياخد الناس من كل فهمت. حته. انا فاكر ساعتها كان في لعيبه من كل فرق الدوري تقريبا يعني، كان طارق حامد لسه في سموحه، وكان خالد قمر لسه في الشرطه، وكان علي ايوه جبر في الاتحاد،
كان واخد من كل فرق الدوري. فكان ساعتها فترة انتقالية، وأنا جيت زي ما قلت لك في البداية ما كانش حد يعرفني خالص يعني نهائي، فكنت أنا تقريبا الوحيد اللي محدش يعرفه خالص في المنتخب. ابتديت طبعا مع كوتشاوي أول مباراة، مباراتين اللي هما المباراة الودية كانت كويس، كنت كويس جدا. بعد كده الماتشين اللي هو بتاع التصفيات، ماتشين التصفيات دول بقى اللي كانوا صعبين شوية، ماتش السنغال بره كان نص نص، خسرنا طبعا. فكله على كل ماتش تونس بقى هو اللي كان مشكلة يعني، كان خسرنا كان عشان كان في مصر كمان. فاللي حصل بقى بس انت كنت شايف ان انت يعني في الوقت ده كنت صغير وما كانش الناس لسه عارفاك، وكان هي فترة انتقالية اصلا للمنتخب وما فيش كيمياء بينهم، فشايف ان انت يعني شلت اكبر من اللي لا، انا المفروض تشيله في البطولة مش دي. عشان صغير بس عشان كنت الوحيد اللي غير معروف، وكنت بلعب، انا لعبت كل الماتشات اساسي مع كابتن شوقي غريب، فهو انا شايفه ده السبب يعني. برضه نرجع لموضوع ان اهلي وزمالك ان الناس برضه بتسبورت اللي هي شايفاه قدامها او على الاقل في الدوري. ده الطبيعي، الطبيعي انا لو انا بلعب حتى بعيد عن الاهلي والزمالك، انا لو بلعب في نادي مثلا تاني في الدوري المصري وموجود على طول قدام الناس موجود قدام الناس، هم يبقى عارفين ده ايه والكلام ده. انما مثلا بتيجي المنتخب لو محدش شافك اصلا بتلعب قبل كده، ولما تيجي المنتخب في الماتشات اللي شافت، حتى الماتشات الوديه اللي لعبناها تقريبا كانت كلها، في ماتش فيهم ما كانش متذاع بتاع البوسنه ده تقريبا خدت فيه مان اوف ذا ماتش، وكان الماتش تشيلي وماتش جامايكا كان الساعه 3 الفجر وكان مش عارف الساعه كام. فالماتشين تقريبا للناس معظم الناس تبعتهم كانوا هم الماتشين بتاع التصفيات، كانوا ماتشين مهمين. فلو حتى ما اديتش فيهم بشكل كويس فهم خلاص شافوك اللي انت مش كويس. فانا لو بلعب في الدوري على طول في مصر حتى لو في اي نادي، فالناس هتقدر تتابع تقول لا هو مع كويس ان مثلا. المفروض ان العكس اللي يبقى حاصل، ان احنا نبقى بنسبورت الناس يعني يبقى الدعم الاكبر للناس اللي بره المحترفة. هي في حاجات العاطفة بتغلب فيها العقل يعني. ففي الكورة معظم مشجعين الكورة العاطفة، وبعدين لما بتلعب في منتخب كمان الموضوع بيبقى أصعب، مفهوش محدش هيقول يا عم ده نصبر عليه والكلام ده، مفيش الكلام ده، لو بتأدي وحش خلاص انت وحش. فهي دي، هي فأنا المشكلة أعتقد كانت في البداية إن الناس ممكن تكون ما كانتش عارفة كويس. يعني أنا شايفة في اللايف ناس كتير بتقول هي بداية حضرتك كانت فين في الدوري المصري، هي المشكلة ممكن في حتة إن الناس ما شافتكش في الدوري المصري الأول. بالظبط، فانا ده اللي انا اقصده، لو انا كنت موجود مثلا ساعتها حتى بعد الماتشين دول وبلعب والناس شافت اللي انا كويس بعد كده هتاخد فكره تاني عني. فانا باجي مثلا بلعب الماتشين وبمشي، حتى الدوري البرتغالي مش متشاف، حتى لو انا بلعب هناك والناس بتسمع اللي انا بلعب كتير الدوري نفسه مش متشاف. فدي حاجه يعني ايه، حاجه طبيعيه يعني، حاجه طبيعيه ان الناس مش عارفه مين ده، فلما يجي يشوفك يلاقيك مثلا مش كويس فانت خلاص اخد فكرة عنك اللي انت مش كويس. طب هل كابتن علي غزال في خطته او مفكر ان هو لازم هيرجع الدوري المصري ولا سايبها لظروفها؟ ومش لازم، لو متاح ارجع لو غير متاح خلاص انا مكمل ما عنديش اي يعني قصدي مشكلة. انت بتتمنى ان انت تلعب في الدوري المصري خلال مسيرتك ولا الموضوع برضو حسب الظروف؟ حسب الظروف، حسب الظروف. مش بتتمنى تروح لحد معين في الدوري المصري خالص؟ لا لا خالص، حسب الظروف، حسب العرض، حسب الحالة، حسب كل حاجة. طب يعني بما ان والد حضرتك لعب في الاهلي والاسماعيلي والزمالك، ما عندكش تفضيلات خالص لحد من القطبين لما يقدموا ليك عروض، او لو في حالة ان انت عندك عروض من الاثنين، بما ان احنا دايما بنسمع عن عروض من الاسماعيلي وعروض من الزمالك لحضرتك؟ لا لا خالص، انا يعني الحمد لله الفتره اللي انا قضيتها بره علمتني الاحتراف بشكل كبير، فانا ما عنديش اي مشكله خالص. انا مثلا لو كنت خارج من ناشئين الاهلي هقول لك انا اتمنى ارجع الاهلي واعمل، او من ناشئين الزمالك كان نفس الكلام، انما بالنسبه لي لا، انا بالنسبه لي يعني علي غزال مش اهلاوي ولا زملكاوي، لا، انا بالنسبه لي اي عرض مناسب اكون موجود فيه. بس انت ولا بتشجع ده ولا ده؟ لا لا. في اللايف لا لا في اللايف، لا بس بره اللايف فيه يعني. يعني مش تشجيع، بس بيبقى يعني شوية. أنا عيلتي أصلا عيلتي مقسومة نصين، عيلة والدتي
تقريبا 95% اهلاويه، عيله والدي تقريبا 99% زملكاويه بما فيهم والدي، ف مش هقدر اقول. لا مش هتقدر تقول. طيب حضرتك لعبت في المنتخب فترة كبيرة، قول لنا ايه أصعب ماتش لعبته مع المنتخب؟ أصعب ماتش لعبت مع المنتخب ماتش السنغال، في السنغال ده كان أصعب ماتش. طيب ايه بقى موضوع الأونو في معسكرات المنتخب؟ أنا سمعت إن في مواقف حلوة قوي في موضوع الأونو. تسلية، بنسلي بعض، بيبقى معسكر. ايوه بس ايه المواقف اللي بتحصل وانتوا بتلعبوا اونو؟ هو في في حد حاجة قال لي غرق، ان في حاجه لازم تتقال. لا مش تتقال، هي الأونو معروفة أحكام، فاللي ايوه بيخسر بيتحكم عليه. ف حكم عليك بايه بقى يا كابتن علي قول لنا. والله انا مش فاكر بالظبط يعني، احاول افتكر، بس في كتير يعني، في كتير، في طب ايه احكام. اكتر حكم بينك وبين الفرقه كان جامد جدا ومش عارفين تنسوه كلكم؟ هو ما ينفعش اقول بس تقول في، طب كان معلش. على مين؟ مين اللي اتحكم عليه وهنعدي الموقف نفسه؟ في باهر محمد الحكم عليه، مين؟ باهر، باهر محمدي، باهر المحمدي اتحكم عليه حكم وحش قوي؟ حكم وحش. وعمله طيب نفذه ولا لا؟ لا عمله، هو يقدر ما يعملوش، مفيش الكلام ده، طالما قعدت لازم. طب قول لنا حضرتك بتلعب ساعات في مركز المساك ومركز الديفندر، مين اكتر واحد في مركز الديفندر واكتر واحد في مركز المساك في المنتخب بترتاح جنبه؟ في مركز المساك هقول حجازي، طبعا في مركز الديفندر انا لعبت في فتره، لعبت ديفندر الفتره الاخيره بتاعت مستر العجيري، فهو كان طارق حامد والنني، دول اللي انا لعبت طارق معاهم حامد بس. والنني. يعني مفيش حد من الاثنين بتفضله عن التاني اصلا. ده ليه الاثنين بعيد عن بعض، الاثنين ما بيعملوش نفس الدور، طارق في دوره هو رقم واحد، والنني في دوره رقم واحد. بس انت اعتقد ان انت اقرب شوية لطارق حامد، يعني ستايلك اقرب شوية لطارق، إلى حد ما ففكرة ان انت ممكن تبقى مع النني الكيمستري اكتر. إنني عنده مميزات غيرنا احنا، غيري أنا وغير طارق، وطارق عنده حاجة غير أنا وغير إنني، أنا ممكن أكون شبيه شوية لطارق، إنما إنني مختلفين. فهما دول لما هي الفترة اللي لعبتها نص ملعب في المنتخب كانت فترة مستر أجيري، ويوم ما كنت بلعب كان جنبي طارق وكان إنني، كان الاتنين. طب انت كابتن احترفت بقالك 8 سنين ومن وانت صغير، واول ما وعيت على الكوره يعني في الاحتراف وعيت عليها، واول ما وعيت على الكوره عامه على كبر وعيت عليها بره، ايه اصعب حاجات واجهتك بقى طول السنين الاخيره دي او طول الثمان سنين اللي انت لعبت فيهم بره؟ ناحية الكورة مثلا أو الحياة أو يعني عموما، كل اصعب حاجات كانت بتواجهك دايما هي اللي كانت عامله لك مشكله. أصعب حاجة لما سافرت في الأول، أنا كنت 20 سنة داخل في 21 سنة، وبعدين لما كنت رحت البرتغال كان اللغة طبعا بيتكلموا مش كانش إنجليزي كده، اللغة برتغال. اللغة كانت صعبة بالنسبة لي، ما أدركتش ده إلا بعد ما اتعلمت. يعني أنا في الأول كنت حاسس إن أنا وحيد، وحاسس حتى مع الفرقة كان عندي هما ناس كمان يعني في البرتغال ما الفرقة بيتكلموش انجليزي، بيتكلموا برتغالي. كان عندي ناس في الفرقة بتتكلم إنجليزي كويس، كانوا بيساعدوني، المدرب برضو كان بيكلمني إنجليزي، بس برضو في فرق. ده اللي أنا عرفته لما اتعلمت، لما بتتعلم اللغة بتاعت البلد وبتاخد الطباع بتاعت الناس اللي معاك وبتتعلم لغتهم، بيفرق بشكل كبير جدا، بشكل كبير، شكل كبير جدا في الملعب وبره الملعب. أكيد طبعا. فدي الحاجة اللي أنا اتعلمتها، دي كانت الصعوبة بالنسبة لي، كانت أول 6 شهور، لأن أنا رحت في يناير، فأول 6 شهور بالنسبة لي كانوا صعبين جدا. أنا يعني في رحت نص الموسم كمان في الموضوع كان أنا صعب. رحت من ناشئين بتلعب في الدوري المصري، اللي بتلعب في فريق أول في البرتغال، في الدوري البرتغالي. 6 شهور كانوا تأقلم غير طبيعي بالنسبة لي، كنت يعني ضايع فيهم. بعد كده من أول السنة بقى ابتديت أخد على اللعيبة وأتصاحب عليهم أكتر وأتعلم بعض الكلمات، بقى بالنسبة لي الموضوع أحسن، وكانت أحسن سنة بالنسبة لي السنة التانية. طارق بيسأل حضرتك بيقول لك مين من لاعيبة الأهلي والزمالك يستحق فرصة احتراف في أوروبا؟ أو أنت لو أنت بتتفرج عليه كده بتقول ياه ده مكانه مش هنا. حاليا
يعني اللعيبة الحالية للأهلي والزمالك؟ والله في لعيبه كتير ككوره، انا بقيس الاحتراف كالاتنين يعني. انا في ناس كرويا جامدين جدا بس ممكن بره ما يكونوش بنفس الشكل اللي هم ظاهرين بيه مثلا في الدوري، في الدوري المصري يعني. انا برضه عشان ما اكونش كذاب مش متابع جدا، بشوف بعض الماتشات انما مش متابع كل الماتشات. بس ممكن في الاهلي انا اعرف محمد هاني، محمد هاني ممكن يكون يحترف. طبعا رمضان هو اوريدي محترف. أفشة برضو لعيب كويس ممكن. في الزمالك مصطفى مصطفى محمد، محمد وفي مصطفى فتحي، وفي أوباما لعيب كويس. في كتير في الزمالك لعيبة صغيرين ولعيبة كويسة. يعني انت يا كابتن متفق مع مقولة ان مش كل اللعيبة الكويسة في الدوري المصري ينفع تحترف بالذات في اوروبا؟ لا لا خالص، ما هي هي دي. الموضوع برضو انا عشان شخصيات قعدت، او انا تفكير. عشان قعدت كتير فعارف. انا خرجت انت مثلا عدى عليك اتوبيسات، كان في اتوبيسات لعيبة مصرية بتروح البرتغال وترجع اصلا هناك. زي ما كانوا بيقول، بس هي الفكرة كلها يعني. انا مثلا لما خرجت من ناشئين دجله انا ما كنتش عارف ان انا مثلا هبقى بالشكل ده، بس انا رحت صغير ومحدش عارفني، فكان بالنسبة لي الموضوع سهل ان انا كان كده كده أسهل. بتعلم. في ناس كانت بتخرج عشان خارجين من الاهلي والزمالك فمسافرين، فاكرين ان هم يروحوا يلعبوا بره على طول وهيبقوا نجوم نفس الكلام، وبعد كده بيلاقوا الوضع، الكوره مختلفه والوضع مختلف، فبيحس بيحصل حاله انت جاي عالي، فبتحس ان انت ايه نزلت، فما بتاديش زي ما بتاديش الطبيعي بتاعك. فده وجهه نظري، ده اللي حصل مع ناس كتيره جات من مصر للبرتغال، بس عشان مين كده اكتر رجعوا تاني. واحد من الناس الكتير دول كنت شايف ان هو لو كان يعني مسك نفسه شوية كان ممكن يبقى يعني يبقى ليه مسيرة كويسة بره او بالذات في البرتغال؟ صالح جمعة، صالح جمعة كان، يعني صالح انت جمعة شايف ان هو لو كان يعني مش التزام بس لو كان استحمل شوية لو زيادة او كان لو كان كمل، كمل لو لو كمل كان صالح. صالح لما جه، هو جه عندي في ناشونال، حتى قبل ما يجي هو كان في دورتموند، عمل كان هناك في ترايل، وبعد كده جالوا نادي ودوه نادي تاني، وبعد كده ما كملش وجه ناشونال عندي، عمل سيزون ونص هايلين معايا في الفرقة، ورحنا أوروبا ليج، وكان كان هايل. وبعدين الناس كمان بتتكلم عليه بشكل كويس. بعد كده هو كان إعارة، كان إعارة هو من رجع إنبي، ام بي. من آه كان إعارة من إنبي، وكان المقابل بتاعه كبير على النادي عندي. بس انا كنت شايف ان هو كان عنده فرص تانية ان هو يقعد، بس هو فضل ان هو يرجع الاهلي يعني. طب احنا عارفين ان زوجة حضرتك طبعا من صناع المحتوى زينا شوية وان هي بلجيكية، بس انا عارفة ان في قصة يعني لطيفة ان ازاي عرفتوا بعض، ممكن تقولها لنا؟ تعرفت عليها لما مستر ماجد سامي في وادي دجلة كان اشترى نادي اسمه ليرز في بلجيكا. وبعدين ليرز انا كنت ساعتها 17 سنه، وجم مصر يشوفوا لو في حد من الناشئين يقدر يروح هناك، فكانوا اختاروني ساعتها. وبعد كده جم معسكر، فرحت اتمرنت معاهم وابتدوا ينزلوا صور، فالناس افتكرت ان انا لعيب جديد في الفرقه هنا في بلجيكا يعني. فبقى يظهر لي ناس كتير على فيسبوك، في الفيسبوك، ايوه فكانت هي من ضمنهم بقى. فرحت عملت لها اد على الفيسبوك وابتدينا نتكلم. بعدين رحت بقى، بعتوا لي في ليرز، رحت هناك معاش، قعدت شهر يعني ده من قبل ما تروح ماديرا اصلا. من قبل ما اروح. من قبل ما اروح بعد كده طب دي رحت حب طويلة جدا. جدا 10 سنين. ايوه بعد ربنا كده يخليكم رحت، لبعض. ربنا يخليك، بعد كده رحت، بعد كده لما رحت بلجيكا وقعدت هناك فتعرفت عليها، ودلوقتي عندنا ليلي. طب احنا دلوقتي هندخل في فقرة الأفضل من وجهة نظر كابتن علي غزال، فايه تمام. يعني ما تحاولش بقى الموضوع يبقى دبلوماسي قوي، قول لنا انت شايف مين لا الافضل في كل حاجه. انا اختلف في نقطتين. هو دلوقتي في نقطه، في نقطه يعني، في ناس انا ما حضرتهاش واسمع انهم كانوا جامدين جدا، فانا اكيد هتكلم بالناس اللي عن انا اللي انت حضرتها عاصرتهم. بس، مش عشان الناس هنتكلم ما عن الناس تاخدش، القديمه. عشان الناس ما تاخدش كلامي بطريقه تانية. ماشي تمام. طيب الافضل من وجهه، افضل مهاجم في تاريخ مصر من وجهه نظر علي غزال؟ كابتن حسام حسن،
كابتن حسام حسن يعني، شفت الردود القطعة دي، هي دي الكويسة. انا شفت كابتن حسام حسن. أفضل مدرب مصري من وجهة نظر كابتن علي نظري. انا مدرب مصري، مع مدرب مصري مثلا منتخب انديه، انا ممكن اقول كابتن حسن شحاته، لانه انا فاكر متذكر جدا لما كسب المقاولين كاس مصر وكاس السوبر، وبعدين مسك المنتخب 3 افريقيا، فاعتقد افضل مفيش مدرب يمسك فرقه في درجه تانية يعمل اللي هو عمله. والمنتخب طبعا، فيعني مفيش المنتخب كلام. ممكن طيب تحصل، بس ما اعتقدش، صعبة جدا ان تمسك فريق درجة تانية وتكسب كاس مصر اه طبعا، الاهلي وبعد لا كده لا تكسب السوبر مستحيل. الزمالك. انا اعتقد انها صعبة. طيب افضل لاعب في تاريخ مصر من وجهة نظرك. من اللي انا عاصرته، اللي انا عاصرته في كتير. مين؟ يعني مش عارف، الموضوع برضه صعب. في كابتن أحمد حسن، في كابتن، في أبو تريكة، طبعا في اللي أنا عصرتهم ايوه. يعني، هم دول. مين برضو وفي افضل كابتن لاعب مصري من وجهة نظرك؟ أفضل لاعب مصري، حاليا اقول محمد صلاح. محمد صلاح. بس يعني احنا لو بنتكلم في الدوري المصري، فانت شايف ان هو ابو تريكه انت واحمد حسن؟ عاوز الكلام في الدوري المصري بس، مش في العموم يعني. لا هو انا بقول لك ده وده، يعني عامه افضل لاعب مصري انت شايف ان هو محمد صلاح، بس افضل لاعب في الدوري المصري. هو لحد من اللي انا عاصرته حتى الان بالفتره اللي فاتت دي، محمد صلاح ما شاء الله يعني، وصل طبعا. مرحله كبيره يعني. طب افضل 3 مدافعين، وده بقى يعني مركز انت بتلعب فيه، افضل 3 مدافعين شفتهم او عاصرتهم في تاريخ الدوري المصري او الكره المصريه بشكل عام. في كابتن وائل جمعة، في ما هو الموضوع صعب. الموضوع صعب. لا بس يعني في اسامي كتير يعني. مين تاني؟ في واحد مش واخد حقه قوي، كان بيلعب ليبرو، هو ليبرو مش مدافع، مدافع كابتن هاني سعيد، كان جامد جدا في المدافع اه في طبعا ليبرو. كابتن هاني سعيد كان عظيم. وفي إبراهيم سعيد. ابراهيم سعيد طبعا. طيب اكتر لاعب حبيته وانت صغير، لاعب اللي هو وانت صغير كده كنت عايز تطلع لاعب كرة عشان تبقى زي ده. كنت بحب ليليان ترام وبحب باتريك فيرا، الاثنين مفيش فرنسيين. مصري كان وانت صغير كده بتحبه؟ انت مش مش عايز متذكر. تجاوب عشان ده هيعرفنا حاجات تانية، بس انا لا لا يعني خالص، لا خالص والله. انا بقول من وجهة نظري انا، ما انا لما ايوه جيت طبعا. تسأليني بقول لك في يعني في كذا حد، بس مثلا بيجي في بالي مثلا بقول، فانا مش عاوز برضو كلامي يتاخد من ناحية ايوه انا فاهم. لا عشان انا قصدي انت مش عايز تقول مثلا اللاعب اللي انت كنت بتحبه وانت صغير عشان ما يطلعش في الاهلي ولا في الزمالك، فانا اعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. لا، حتى بعيدا عن اللي تعرف اهلاوي وزملكاوي، لان الناس دلوقتي اصلا يعني ايه فاضيين، وبعدين كل حاجة دلوقتي ماشية في حتة صعبة، كل حاجة دلوقتي مقارنات بين ده وبين ده، وده افضل، لا ده كان بيلعب في دي الاهلي وده حقيقة. كان بيلعب في الزمالك، كل واحد بيقول وجهة نظره، مش شرط انا هو لا اهلاوي ولا زملكاوي، انا بقول لك من وجهة نظري، وفي ناس كويسين في كذا مكان يعني. ف دي حقيقة. طب أكتر مباراة تمنيت إن أنت تكون بتلعب فيها وأنت بتتفرج على الماتش ده، كان نفسك تبقى بتلعب في الماتش ده، سواء ماتش منتخب مصر أو ماتش حتى عالمي، كان نفسك تكون جزء من الماتش ده؟ نفسي اكون جزء من اي نهائي دوري ابطال. طبعا. دوري ابطال اوروبا في بس المنتخب. أكتر نهائي دوري أبطال بتفتكره كده يا لو كنت لعيبة النص ده؟ والله في ماتشات كتير. ممكن انت اقول بتشجع اصلا ريال مدريد ولا برشلونة ولا ايه كده؟ برشلونة. برشلونة.
ممكن اقول ماتش برشلونة والارسنال برشلونة وأرسنال. في النهائي، كان تقريبا في روما تمام. تقريبا. طب والمنتخب مصر؟ منتخب كان لسه شارك في ماتشات كتير. مش ماتش بعينه، ماتش بتاع السعود بتاع كاس العالم، ماتش كونغو. ماتش كونغو، انا كنت بتفرج وكنت بعيط بعد اوكي، الماتش. كلنا اتأثرنا وعيطنا في الماتش ده طبعا كتير قوي. طبعا طبعا. ايوه. طيب ماشي. انا جاي لي سؤال، ان حضرتك من كام يوم كان ليك تصريح ان انت هتكشف حاجة عن نادي كنت بتلعب ليه في البرتغال. ايه انا كنت الموضوع؟ انا بعد بطولة الامم انا كنت في نادي اسمه فرنسي قبل البطولة، وبعد ايوه، ده كده قعدت بعد فيه تقريبا 6 شهور. بالظبط، وبعد كده بعد البطولة كان احنا نزلنا درجة تانية، كنت مضيت في يناير، فحصل ان النادي بعد ما خدت الاجازة بتاعت البطولة وكده جيت لقيتهم في اخر فترة الانتقالات في الاخر فسخوا العقد بتاعي من غير ما انا اعرف، من غير ما يقولوا لك اصلا. من غير ما يقولوا لي يعني. تمام. طبعا كلمت الوكيل بتاعي وكلمت المحامي واستفسرنا، بعد كده بعتوا لي اخطار بعد ما انا استفسرت يعني انا عاوز ارجع، ويقولوا لي لا طب خليك مش عارف ايه الكلام ده كله. انا كان عندي مقابل يعني كويس، عقد كويس، فهم النادي اللي منزلني درجة تانية طبعا مش عاوزين يعملوا الكلام ده، وما كانش فيه فرصة ان انا اروح مكان تاني احسن يعني. فطبعا رفعت عليهم قضية في فيفا، وبعدين حضرتك قدمت شكوى دلوقتي؟ قدمت ساعتها شكوى، وطبعا انا ما اتكلمتش في الموضوع ده خالص. انا قعدت تقريبا من بعد البطولة لحد شهر يناير من غير نادي، بتمرن في البيت الفترة اللي هي قبل العرس على طول. قبل لاريسا، فأقول الحمد لله يعني. بعد كده رحت لاريسا والحمد لله، ولسه كسبان القضية الأسبوع اللي فات الحمد لله. ده لسه الأيام اللي فاتت دي. الأسبوع اللي فات كسبت القضية اللي كنت رافعها على النادي. مبروك يا كابتن. الله طيب يبارك فيك. ماشي، في الآخر بقى كده قول لنا ايه أكتر فترة أنت حسيت إن أنت كنت في البيك فيها، أو كنت في قمتك، الفترة دي اللي أنت كان نفسك يبقى فيه يعني اهتمام إعلاني أكتر من كده، كانت مع نادي ايه، أو كانت في أي سنة أو أي موسم؟ كانت يعني الموسم الثاني بعد اول موسم ليا، انا رحت زي ما قلت في ماديرا في نص السيزون، السيزون اللي بعده 3 مواسم دول كانوا احسن 3 مواسم انا عملتهم. ده اعتقد حتى كان في سيزون منهم اعتقد 2014 2015 اتسجلت فيه هدفين. بالظبط، وفي اليوروبا ليج كمان سجلت هدف، وكنت خلاص رايح بورتو وسبورتينج، بس حصل ان رئيس النادي عندي كان طلب فلوس كتير، وكان ساعتها عشان كنت 22 سنة، وكان فاكر ان انا بعد كده هيكون في فلوس اكتر، فما مرضيش يبيعني ساعتها. والسنة اللي بعدها كنت رايح بارما في ايطاليا وما روحتش برضو، كان نفس السبب. الصدفة ان بارما في السيزون ده نزلوا كانوا اتعاقبوا تقريبا، نزلوهم درجة رابعة ودرجة تالتة ايوه. حاجة زي كده، وكملت هناك وبس، وكملت لحد ما انا في لاريسا دلوقتي. طب اخر حاجه بقى يا كابتن، شايف ان الكوره المفروض ترجع الفتره الجايه، ولا الناس المفروض تستنى شويه؟ شايف ان هي المفروض ترجع، شايف ان هي المفروض ترجع. حتى مع ان كورونا لسه يعني ما تسيطرش عليها بشكل كامل، او ان احنا دلوقتي يعني ملزمين ان احنا نتعايش معاها اعتقد بشكل اكبر. هي ترجع، بس هي ترجع يعني كل بضوابط. حاجة ليها ضوابط بالظبط يعني. أنا مش هقول الكرة ترجع وأرجعها عادي زي الأول، لا لازم يبقى أحط سيستم معين اللي أنا أقدر أرجع بيه الكرة. يعني مثلا إحنا بنشوف دلوقتي بعض الأندية، في أندية ابتدت التدريبات بتاعتها بحوالي مجموعات معينة، زي ألمانيا مثلا ابتدت التدريب بمجموعات معينة لحد بعد كده دلوقتي بيتمرنوا بفريق جماعي. فأنا ليا وجهة نظر في الموضوع ده، إن احنا دلوقتي فاضل تقريبا كام ماتش، حوالي 12 ماتش 13 الله اعلم فاضل قد ايه، مش كتير يعني. انا عندي في اليونان انا فاضل لي 10 ماتشات او 7 ماتشات، فانا شايف ان ال7 ماتشات او ال10 ماتشات دول ممكن يخلصوا تقريبا في شهر ونص، فشايف ان ممكن الشهر ونص دول يبقوا معسكر، احنا
احنا ممكن بتعمل فترة اعداد بتاخد معسكر اسبوعين، فاحنا بقى لنا فترة قاعدين كلنا في البيت، فمش هيحصل مشكلة لو قعدنا شهر شهر ونص بره البيت في بس احنا لو معسكر. هنتكلم على مصر، لو الدوري المصري رجع، هل اصلا مصر او عامة في افريقيا هنقدر نلعب بطولة افريقيا في يناير اللي جاي، ولا شايف ان ده هيبقى صعب قوي هتضطر ان هي تتأجل؟ انا شايف ان هي ممكن تتأجل، ممكن تتأجل، هو حسب برضو الوضع، انما في الوضع الحالي ده انا شايف ان هي ممكن تتأجل، خصوصا ان احنا في افريقيا لسه الموضوع يعني بينتشر، الموضوع انتشر اوريدي في اوروبا وابتدوا يسيطروا عليه الى حد ما شوية، انما احنا لسه الموضوع عندنا بيزيد يعني، الموضوع دلوقتي بيقل في بلجيكا اعتقد شوية. بيقل في كل البلاد الأوروبية. ميرسي يا كابتن، انا عارفة ان انا دوشت حضرتك النهارده لا وصدعتك، بس والله خالص. كان يعني انترفيو لطيف جدا، احنا كلنا ده مبسوطين لايف ان حضرتك جميل. معانا. لا ميرسي يا كابتن، انا والله مبسوط يا رب اكتر. يعني عيلة حضرتك كلها تبقى بخير، واحنا عارفين يعني كلنا متابعين بنت حضرتك وبنحبها جدا. يا ريت توصل اشكرك. لها، توصل لها سلامنا طبعا. وميرسي يا اوكي، كابتن علي، والله على ذوق حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لك، وانت طيبة وكل الناس طيبين. في سيكت، مع ميرسي، السلامة. مع السلامة.